الأسنان مع طبيب الأسنان. كل الأسئلة والاستفسارات حول طب الأسنان وحول مشاكل الفم تلقوها على الحياة الفم. إلا مجلة صحية راديو الحياة الفم إذاعة القيروان صحة. مرحبا بالناس اللي التقت بنا في الاستماع على البوند فم 93 سينو، الناس اللي برانشي على الحياة بوان فم، وإلا الناس اللي متابعين على الباج أوفيسيال فيسبوك الحياة فم. موعدكم مع طبيب الأسنان يتجدد كيف ما عودناكم كل نهار خميس انطلاقا من 10 متاع الصباح في مختلف المواضيع اللي تهم صحة الفم والأسنان متاعكم. اليوم موضوعنا باش يكون مشاكل اللفة وسائل الدم، سورتو لي برشا ناس يعانيو من علامات التهاب اللفة الشائعة بين الناس الكل، وإلا زادة كيف كيف، يا إما تهيج يا إما إحمرار، يا إما برشا من الناس يقولك أشاك فوا نحك سنية يهبط برشا دم. اليوم مش نحكيو لكم على شنو اللي يصير بالضبط للفة، شنو الفرق بين التهاب اللفة ممكن زادة والتهاب دواعم السن. أكيد أهل الاختصاص يحاولوا يوضحوا لنا الأمر هذا، سينو الأعراض اللي تجي مع التهاب اللثة، وإلا الأسباب اللي تخلي اللثة متاعنا كلكو سوى مريضة وإلا تنزف بالدم، وهل نجمو نحكيو عليها كمرض وإلا لذلك. علاش حاضرين معايا أهل الاختصاص؟ حاضر معايا كيف ما العادة دكتور وجدي غنام طبيب أسنان، مرحبا بك من على موجات راديو الحياة الفم. يعيشكم، شكرا على الدعوة وتحية لكافة المستمعين. مشكور جدا دكتور على تلبيه الدعوه. اليوم مشكله عويصه ممكن تنجم دكتور تمس برشا من الناس اللي ما يعرفوش شنو هو. يقول لك عندي ديما مشاكل في اللثه، مي اونتر طون ما يعرفوش شنو هي مشاكل اللثه اكزاكتومون. يقول لك جوست عندي برشا دم، والا ممكن ينجم زيد الكولور نتاع اللثه نتاعو متبدل. اما السيني والعلامه الاساسيه اللي نجم يحكيك عليها ويقول لك عندي مشكله في اللثه اذا كان شايف لسينيمون والدم هذيك. اليوم هل انه نجم نحكيو على نزيف اللثه كمرض وإلى ليس عمله؟ بالطبيعة معنى اللثة الطبيعية ما لازمش تكون تجري بالدم. أول حاجة لونها، لون معنى يكون جنرال مو معنى روز، معنى التكستور نتاعها لازم تكون معنى اللاصقة بالبيهي معنى للسنة، ما تكونش ديتاشي، ما يبدأ معنى الغب يبدأ مهري. والحاجة الأخرى حكيت معنى الدم السينما بون، حكيت الدم تفرق حسب درجة الالتهاب. فوالا، فما اللي معناها يجري الدم يقوم الصباح يلقى الدم في فم، معناها سينيمون سبونتاني، هذاك معناها فما التهاب كبير. دونك هذايا سيني نتاع التهاب كبير. التهاب كبير وما لازموش يستنى. وفما وقت البروساج، وقت اللي يحك يجري الدم، ولا ياكل ولا حاجه يجري الدم، هذيك درجه ثانيه. فوالا، داكوردو. وفما بيان سور تلقى معناها اللثه نتاعو في صحه جيده، دونك ياكل ولا يحك سنيه ما فماش سينيمون، هذيك العلامه. معناها اللثه بتفرق بارابور السنه. فحكيت معناها كيفاش العبد يفيق بروحه، السن التساوس معناها المانيفيستاسيون تاعها، العلامات الداله هي الوجيع. بار كونتر في اللثه ما فماش وجيع، اللثه فما دم. فوالا، هوني يا دكتور ممكن يهزنا باش نحكي ويقول لك شنو من الاسباب اللي تخلي اللثه نتاعي في الحاله هذيك. هل انه معناها الالتهاب اللثه؟ عطينا نحكيو ساعه نعملوا على الاسباب بصفه عامه، وبعد نحكيو على المحددات اللي هل انه فما عوامل وراثيه والا لا، كيف هل انه بعض الادويه تساهم في الليسينيمون هذوما الكل. شنو دكتور الاسباب نتاع نزيف اللثه والا التهاب اللثه؟ حتى ماني نجم يكون هو التهاب من غير نزيف. ينجم. داكور. المعنى السبب الاول هو معناها البكتيريا الجراثيم، فهمت؟ نقولوا احنا البلاك بكتيريا، والتراكم البكتيريا على السطح معناها نتاع اللثه هذيك يعملها الالتهاب. دونك الحل لمقاومه الالتهاب اللثه هو التنظيف، معناها لونتروتيان بروساج كوتيديان، تنظيف بصفه منتظمه يخلي الغب يرتاح. اول حاجه ما نخليوش التراكم نتاع الماكله يصير على السنين وعلى الغب. وثاني حاجه نحميوه من الامراض. تبقى التنظيف البروساج مع العادي غير كافي، معناها ساعات نحكيو من هنا على التارتر الجير، معناها بحكم معناها فما دي ليكيد، فما ساليف لعاب، يصير ترسوبيات، يصير تراكم بتاع معناها جير على معناها بين في الاسباس بين السن واللثة، وذلك لا يمكن معناها انه يتنحى بالتنظيف العادي. وقتها لازم يمشي طبيب الاسنان من خلال معناها دي زاباري معينين نحيو تاع
تارتر وقت هذيك تتسمى دي تارتراج. دونك اللي ينحيو ولا ينحيو ازاله التجير خلينا هذا ونحن بلغتنا العاميه ساعات يقول لك كالكير عندي كالكير في صنايع. دونك هذايا معناها بارمي لي بروسيدور تاو بعد بيان سور احنا نحكي كيفاش نجمو نحميو اللثه نتاعنا دكتور. هل انه كيما قلنا تنجم بقايا الاكل هي اللي تساهم في التهاب اللثه هذه والا النزيف بيان سور اذا كان ما كانش لونتروتيان نتاع السنين قايمين به بالطريقه الجيده. هل انه الاصابه ببعض الامراض والا تناول بعض الادويه زاده كيف كيف ينجم ياثر على اللثه نتاعنا تنجم تولي اللثه نتاعنا فراجيل في الاداره هذه؟ معناها هو قلنا السبب الاول هو معناها البكتيريا هي تسبب الامراض هذه. تبقى فما عوامل اخرى تخلي الالتهاب يكون متطور اكثر. منها نبداو خاصه معناها ليتاج نيرال الحاله العامه للانسان هذاك. فوالا مش كيما انسان معناها في صحه جيده كيما انسان يبدا مثلا عنده مرض مزمن. مرض مزمن يعاني مثلا من بطبيعته عنده المناعه نتاعو طايحه. مثلا انسان يكون عنده ديابيت مثلا فما امراض اخرى تخلي المناعه نتاع الفم تكون طايحه. لازم يكون ليه يعتني بسنيه اكثر من الانسان العادي. نجيو لهنا فما زاد بعض الادويه معروفه عند معناها اهل الاختصاص كي ياخذها المريض تساهم تعمل التهابات في وسط الفم. وقتها نشوفوا احنا هل انه الادويه ذي معناها استعمالها مش يكون وقتي كان مثلا باش يداوي حاجه وقتيه وتتنحى دونك نجمو فوالا نحيوها. كان هو دواء مزمن مثلا فما ادويه نتاع 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 التونسيون معناها نتاع ارتفاع ضغط الدم دونك شو يقعد ياخذوا فتره طويله. وقت نجمو احنا نعملوا معناها نتصلوا بالطبيب المباشر ونطلبوا انه يبدل الموليكيول باش نحافظوا على صحه الفم نتاع فوالا. دونك هنا معناها الادويه هذه لانه تاثر على الناس الكل سورتو معناها اذا كان هو عنده ارتفاع ضغط الدم وانتم قلتوا لهنا المطالبه باش بتبديل الدواء. هل انه الناس الكل عندها تكون نفس التاثير مثلا نقولوا ناس ايبر توندو ياخذوا فك الدواء ذاك المعين الكل مش تكون عندهم نفس التاثير على الاشخاص هذوك والا على حسب طبيعه الشخص على حسب طبيعه البدن نتاعو؟ هنا اول حاجه هي معناها البروساج تنظيف. انسان يعتني بفمه مش كيما انسان ما يعتنيش فوالا. دونك الاخر مش تكون الانفلاماسيون كبيره برشا. باهي هذا اللي يعتني بفمه تنجم يصير حتى شيء. داكور. ما هو وجود معناها البلاك معناها الاكل والتراكم يخلي البكتيريا تنشط في الجهه هذيك مع نزيدوا معناها العامل معناها تاع الصحه نتاعو ولا الادويه اللي يخو فيها وقتها تكون الالتهاب كبير برشا. فوالا هنا يا دكتور فما شكون تسائل قال لك معناها ماذا بينا نعرفوا شنو الفرق بين التهاب اللثه والتهاب دواعم السن. ما نعرفش شنو معناها انتم ممكن التيرم اللي تستعملوها عندكم انتم في الميتين دونتير. دونك هنا يقول لك ينجم يقول لك معناها ينجم يكون انا عندي مشكله في اللثه نتاعي فما شكون يقول لك لا معناها هي مش المشكله في اللثه اكزاكتومون المشكله في دواعم السن هذيك علاش فما لي سينيمون تنجم تكون. الالتهاب نتاع اللثه يبدا على مراحل. باهي معنى اول مرحله كما قلنا هو الدم اللي يبدا يجري من السنين. بعد تبدا تتطور يبدا الانتفاخ تنفخ. بعد خاطر اللي معناها لانه كي ما يمشيش هو يعدي مش باش يقف معناها تتطور. مي كيما نقولوا ابا بيروي معناها مش باش يفيق سيلونسيوزمون. بعد تبدا فما دي بوش تبدا تغرق معناها كيما نقولوا ويبدا ديكولي معناها اللثه تبدا تبعد شويه على السن وتبدا تهبط لانه يعني تحت اللثه هي ماهيش معناها وحدها معناها هي تحتها فما عظم. عظم هو السيبور هو السوتيان اللي يحمل السن في وسط السن. دونك اللثه هي تحمي العظم هذاك يخش نتاعها ماهيش خشينه برشا معناها 2-4 مليمتر حاجه شويه. كي تمرض هي تعدي المرض للعظم اللي تحتها اللي هو تيسيو سوتيان كيما قلت الدواعم نتاع السن. وقتها العظم شنو هي كي يصير فيه التهاب يبدا يذوب. فوالا يبدا يذوب كما قلنا هذا معناها بروسيس كرونيك دونك تبدا بشوي بشوي معناها مش في عشيه مش الوضوحه مش تبدا نكون معناها بشوي بشوي مثلا في العام كما نقولوا 1 مليمتر يبدا ينقص يبدا يطيح. فهمتني وبطبيعه هو معناها الانسان ما نجمش يلاحظ انه معناها اللثه هربت في عام يبدا تولي بشوي ساعات يجينا بكري وساعات يجينا في حاله متاخره يقولنا راه ساي وقتها بعد كي يبدا العظم يبدا يذوب تولي معناها سنه تتحرك كاريمون. فما ساعات بوسيبيليتي ان نمنعوه وساعات ساعات فات الفوت تلقى بالحق معناها العظم معناها لوس دو سوتيان معناها العظم الكل ذيب ولو ان السنه لابسه عليها ما فيها حتى سوس. المشكله في اللثه اللي هي اثرت ديجا اللثه معناها ذابت برشا والتهاب قعد برشا
وقتها ما نجموش نستحضروا نحن على السن. فوالا من الحاجات الشائعه دكتور اللي يقول لك باغ اكزومبل انت كي تبروسي سنيك ماذا بيك تبروسي خلي يخرج الدم، يقول لك هل انه هذا معناها يعتبر صحي بالنسبه للثه نتاعنا وللسنين نتاعنا والا لا؟ بيان سور نحكيو على الحاجات اللي الدارجين يقول لك حك سنيك خلي يخرج الدم كيكا يخرج ديما الدم خير من اللي يقعد محصور غادي، هذه لغتنا العاميه بيان سور وحنا نحاولوا نوضحوا لهم سيونتيفيكمون. اي بون الدم ما عندوش يدخل الماء، نقولوا احنا كي يجري الدم ما توقفش. قد فهم برشا يجيك يقول لك بقى عنده ديابت تقول علاش ما تحكش في سنيك، يقول لك والله يجري بالدم وليت نيقف. فوالا دونك هذيك غلطه، لانه يجري شويه دم تكمل انت اليوم يجري برشا غدوه يبدا ينقص بشوي بشوي. زاد كيما نقولوا راه التعافي نتاع اللثه ما يصيرش في نهار، فماشي هكا من الميراكل، خاطر بشوي بشوي اللثه هذيك المريضه مش تبدا تتبدل، الخلايا في وسط تبدا تتبدل من خلايا مريضه الى خلايا سليمه، تطلب على الاقل فهمتني 14 يوم. 14 يوم دوك من المواظبه على النظافه، وساعات نستعملوا حتى فما دي باند بوش معناها الدويه نتاع تمضميض نعاونوا به، وساعات الدويات ياخذهم معناها حرابش وكل شيء باش نحميو نحن اللثه. بعد 14 يوم يلاحظ الانسان الفرق، يبدا هو مواظب على التنظيف وياخذ معناها التريتمون نتاعو، نوصلوا نتيجه ممتازه. هنا يا دكتور هل ان انتم ديريكتومون تنجموا تلاحظوا المشاكل في اللثه والا فما زيد دي بروسيدور متقدمه كونكم تصوروا اللثه نتاع الشخص هذاك باش تعرفوا ايش معناها تمست لداخل والا لا؟ هنا كيفاش تكون المعامله نتاعكم ولي بروسيدور نتاعكم انتم؟ بالطبيعه فما حوايج ظاهريه نجم نشوفوها، ناخذوا دي راديو باش نشوفوا كما قلنا بكري الدواعم نتاع اللي هو العظم. العظم خاطر ما نجمش نشوفه انا بعيني بالعين المجرده، بعين المجرده اليوم خاطر مغطي هو بالغب بالجنسيف، وقتها نعملوا معنا راديو باش نشوفوا الحاله نتاعو اسكو ذيب برشا اسكو ما ذيبش برشا، طريقه معنا حتى شكل الذوبان نتاعو كيفاش، باش نجموا ناخذوا معنا بلان دو تريتمون واضح، معنا خطه علاجيه واضحه. بيه اكيد احنا مازلنا مواصلين مع الساده مستمعين، تبعت شوي بيان سور دكتور ندخلوا هكا في الاسئله اللي طرحوها الساده مستمعين على 70 035 120، سينو بيان سور زيد نطرقوا اكثر السبل الوقايه لحالات التهاب اللثه وسيلان الدم، هذاك علاش نقول لكم خليكم برونشي على 93 الاسنان مع طبيب الاسنان، كل الاسئله والاستفسارات حول طب الاسنان وحول مشاكل الفم تلقوها على الحياه الفم مع طبيب الاسنان. قاعدين نحكي لكم على التهاب اللثه وسيلان الدم سورتو للناس اللي قاعدين تعانيوا منها، وكان عارف لكم دكتور وجدي غنيم طبيب اسنان قال لكم شنو هما الاسباب واللي تؤدي الى التهاب اللثه، كيف زاد معناها شنو هو المخلفات اللي تنجم توصلها التهاب اللثه اذا كان ما طرقنيش وما داويناش الحاجه هذيا من الاول. ودكتور كنا حكينا احنا في الاوف قلنا لي مساله مهمه جدا اللي زاد لازمنا نذكروها هي مساله التدخين. أنا بعد ما نكملوا راح نحكيوا على الموضوع هذا، ماذا بينا نعطيوا ساعة توصيات. فوالا توصيات باش معلومات هكا معناها قصيرة باش الإنسان معناها يخرج على قلب حاجة مش يسمعنا يخرج معلومة. أول حاجة نحب نحكي على التدخين. التدخين مضر معناها للثة ولصحة الأسنان وصحة البدن بكل ككل، ولو أنه يكون نظف ويحك سنيه بانتظام لكنه يتكيف اللثة ماهيش تلقاها في صحة جيدة. هذا معناها ساعات فما عباد تقول لك نحك باقي مازال عندي دم. لانه ما نحيش الدخان. دونك بيان سور احنا نحكيو اكيد بعد شويه على سبل الوقايه ونحاولوا نعطيوهم دكتور بعض النصائح. نمشيو ديريكتومون للاسئله نتاع الساده مستمعين اللي منهم قالت لك معناها فما شكون قال لك هل انه التهاب اللثه ينجم يؤدي الى بعض الامراض الاخرى والا لا؟ ممكن معناها نجموا كما قلنا حكينا قبيله بشويه قلنا معناها ينجم يمس هو العظام نتاع السنين، هل انه ينجم يؤدي الى امراض اخرى والا لا؟ صحيح موجود فما امراض معناها تنجم تصير من الفم تنتقل معناها خاصه معروفه من القلب الغشاء داخل القلب تسمى اندوكارديت انفيكسيوز، الجرثومه هذه تدخل عن طريق الفم لانه الفم هو معناها اول بور دونتري معناها الجرثومه تعيش غادي وبعد تنتقل عبر الدم تنتقل بطبيعه دور في السيركيلاسيون كلها تمشي للقلب، هذه قادره تعمل معناها التهاب في الغشاء داخل القلب.
فوالا دكتور، شنو هو العلاج نتاع تعري اللفه اذا كان الغب معناها تعرى هنا؟ كيما قلت انت تنجم البروسيدور تكون من 14 يوم حتى 14 يوم باش يرجع هكا شويه سولون لي بروسيدور اللي تعملهم. شنو اكزاكتومون هكا فان برشا ناس تحب تعرف شنو اكزاكتومون العلاج كيفاش يكون والطريقه وشنو النظام اللي لازم يتبعه بيان سور باش يعاون هكا تعري اللثه وترجع؟ هل انه فما زيد بوسيبيليتي كونه يرجع اذا كان وصل لتعرى الغب يرجع للليتا نتاعو الطبيعي والا لا؟ للاسف انه الغب يسفي تاح ما عادش يرجع وحده، مش واضحين. احنا اول حاجه نعملوها كتريتمون انيسيال، حاجه اوليه ان نعالجوه الغب. من بعد فما مرحله اخرى، معناها حكايه التعري هي مساله تجميليه، خاصه كي يبدا يضحك ويبدا يظهرين وقتها نحن زاد فما كلاسيفيكاسيون قسموها حسب الدرجه نتاع التعري. وقتها بعد معناها مده نجمو ندخل في مرحله جراحه زراعه نتاع اللث موجوده. قاعده تتطور معناها الدومين هذا قاعد يتطور برشا، وباش تولي معناها براتيك كوتيديان معناها الون تيرم، لان حاجه تجميليه. دونك تولي معناها مش ندخل عن طريق عن طريق الجراحه اذا كان وصلت معناها للحاله هذه. حكينا ديجا على التارتخ دكتور، واللي قال لك انه التارتخ عنده علاقه بالتهاب اللثه. ديجا انت كنت بيان سور في المرحله الاولى جاوبت على السؤال هذا. فما شكون قال لك اللي انا نزيف اللثه تعبني برشا، رغم اللي معناها اشاك فوا نمشي للدونتيست يقول لي لازمك تنحي التارتخ. ما هي تمشي تنحي التارتخ، مي المشكله مازالت هي نفسها. شنو تنجم تكون دكتور هنايا المشكله اكزاكتومون اذا كان مش من التارتخ؟ شنو هو المشكله اللي تنجم تكون مست الغب نتاعها؟ اول حاجه لازم نتاكدوا انه صار معناها التارتراج كوم الفو، لانه يعني فما جير البرة تظهر وفما يبدا الجير داخل، فهمتني؟ يبدا التارتر انفراج انجيفال، هذاك لازم نزيد نحيوه على قاعده. من بعد نشوف شنو نقشبل به سينيومون. بار فوا تبدا فما عوامل اخرى، معناها عامل معناها دوية تخو فيه كيما اللي كنا حكينا عليهم، ولا المسبات اللي حتى ستريس نقص الفيتامين دكتور، على انه ينجم يعمل نزيف اللثه؟ فم وي فما بعض الفيتامينات. باهي دكتور هنايا زاد فما شكون قال لك اللي سنها تدردع، مدام سونيا قالت لك اللي سنها يدردع شويه ساشون كو هي مش ديابيتيك، شنو هو الحل ولا شنو المشكله اكزاكتومون اللي تنجم تخلي السنين يدردعوا في الحاله هذي؟ السنين يدردعوا دونك فما مشكله في الدواعي نتاع السن اللي حكينا عليهم ديجا. نحن كيف نشوف نعملوا تصوير نشوفوا معناها النيفو نتاع العظم. من بعد حتى الموبيليتي تفرق، فما دي دوغري، فما حاجات نجموا نداويهم ترجع معناها بالحق تصح، فما دي حالات تصح سن، وفما حالات صاي معناها ما عادش نجموا ندخلوا تبدا تتحرك في ليسونس الكل، ما عادش نجموا وقتها نحميهم. مي موجوده النجم كان مازلت دردع بشويه نجم تنقذها من تو. هنا يا دكتور اسكو معناها الانترفونسيون شكون تنحيو لها السنه هذيك، ولا تستناو السنه اذا كانت نجم بوسيبل تتنحى وحده؟ شنو بالضبط اللي نجم يصير؟ هي تدردع بيان سور تخاف لا تطيح السنه هذيك، دونك مادام تحس في الدرديع نتاع سنها، شنو اللي تعملوه انتم بالضبط هنا؟ اي كان فما بوسيبيليتي انه نستحضروا عليها نستحضروا عليها. اوكي كان ساي ما عادش فما نعملوا التصويره الاشعه والاكزاما معناها الكلينيك نشوف، كان ما عادش فما امل نحيوها ونبداو نخمو في التركيب. شنو هو معناها التركيب؟ اي لانه زاد انك تنحي سن ولا زرصه وتخليها كيكة فارغه ماهيش حل، مش تضر مش تضر لك حتى الاسنان الاخرين. فوالا دونك كي مش تنحي ديريكتومون تبدا تخم في التركيب. هنا يا دكتور على انه فما اختصاصات، فما شكون قالت لك انا مشيت للطبيب يقول لي باغ اكزومبل نحكي هنا على مستوى القيروان تقول لك معناها راه هوني يقول لي ما عندناش احنا اختصاص اللثه، تنجم تمشي لولايات مجاوره. هل انه معناها الاطباء الاسنان فما حالات تنجم معناها اونتر يومي تستعصى عليهم باغ اكزومبل يبعثوا باش يشوف اختصاص اللثه، خاطر نعرف كونه معناها كان تقويم الاسنان كاختصاص. هنا معناها كيفاش يكون التعامل؟ هل انه معناها انتم تاخذوا اون شارج المريض، ولا فما حالات باغ اكزومبل نعرفش انا ممكن تستحق تصويره باش في الولايات المجاوره وكل باش يعمل هذاك، علاش يبعثوه للولايات المجاوره يقول له فما برا امشي شوف الولايه الفلانيه راه فما اختصاص اللثه هنا؟ كيفاش يكون الحقيقه معناها التعامل؟ هو من موجود الاختصاص تسمى شيرجي بارودونتال داكور، معناها جراحه اللثه وقاعد يكبر بشوي بشوي الاختصاص هذا، تبقى فيش خاصه التدخل نتاعهم يكون على المستوى الجراحي. جراحي على مستوى الجراحه التجميليه كما قلنا للثه، الانسان يحب يغزر على اللثه وعنده اللثه نتاعو تهريت وضعفت برشا وقتها ينجم يمشي مختص موجودين كسوا في سوسه ولا حتى في السبيطار معناها نتاع الكليه نتاع المنستير، ينجم معناها يخدم غادي
بقى غالبيه الحالات نجموا ناخذوها لي نيو شارج. هوني فما شكون قال لك اللي انا باغ اكزومبل هو يتكيف، وحكينا احنا على الدخان اللي قال له طبيب الاسنان المباشر نتاعو اللي السنه نتاعو طلعت على بقيه الاسنان الاخرين، قالوا راهو المشكله في اللثه نتاعك، لازمك تمشي وتشوف خاف الولايات المجاوره هنايا. هل انه قالك فما بوسيبيليتي كونها ترجع السنه نتاعو في الحاله نتاعها العاديه وتاخذ البلاصه نتاعها، والا هوني كيفاش باش تنجم تكون؟ بطبيعه فما بعض الاحيان لانه السنه كيفاش تولي تتحرك يظهر السوتيام نتاعها تنجم تخرج من بلاصتها. فوالا وقتها بطبيعه احنا نعملوا علاج، وقتها الخطه العلاجيه نعملوا علاج للثه بطبيعه معنى السنه هذيك اللي خرجت من بلاصتها لازمها تقويم. فوالا يعمل تقويم يعاود يرجعها، وهذه خاصه معنى يخدموا برشا مع بعضهم، معنى التقويم وال التقويم وامراض اللثه يمشوا برشا مع بعض. لانه ما نجمش انا نصلح معناها اللثه ونخلي السنه معناها في بوزيسيون غلط، دونك لازم ترجعها من خلال التقويم. فوالا دونك معناها ديما لاحظوا اللي البروسيدور الاولانيه هي كونك تداوي اللثه نتاعك على قاعده، وبعد باش تمشي ديريكتومون حتى اذا كان فما تقويم راك مش تمشي بعد للتقويم، اما لازم تكون اللثه نتاعك بصحة. حتى هما اطباء التقويم يمشي لهم واحد يحب يعمل اباري اول حاجه يطلبوها يقولوا امشي عندي ترتراج تلعب اللثه نتاعك. فوالا لانه يصعب تحريك الاسنان في ظل معناها اللثه تبدا مريضه، ويستحيل لانه ما نجمش يتحكم حتى هو في الموفمون نتاعو. اللثه مهمه برشا، وتوا حتى مع تطور مثلا الزراعه مثلا الامبلونتولوجي ولات ممكن اللثه اهم من السن، لانه كي نخسروا نحن السن عادي بعد عمر نجموا نخسروا السن، مي الاصعب انه نخسروا العظم اللي معناها اللثه. وقتها حتى التركيب ولا الزراعه تصعب علينا. فوالا اللثه حساسه تنجم تكون هنايا، لانه فما معجون اسنان خاص باللثه اذا كانت تكون حساسه، والا ديما يدخلوا سو تيتر كوميرسيال. ولا فهم برشا معناها برشا دي باسيون تجي تحكي له انت تقول له راك ماكش تغسل به وكل شيء ولازم تهذب، يقول لك اعطيني دونتيفريس به، هذا السؤال اللي تعاود برشا، ما فماش دونتيفريس به، ما فماش هكا حاجه ميراكل. معناها اهم حاجه هي التنظيف البروساج، بو نامبورت معناها التيب تاع دونتيفريس، المهم التنظيف والطريقه نتاع التنظيف. ما تخليش الماكل بارفوا احنا نستعملوا فما دي بان دو بوش ولا دونتيفريس تبدا فيهم دي موليكول معينين موليكول باش تاتاكي الجراثيم الموجوده باش تعاونوا، اما وحدها ما تعمل حتى شيء. نجم يشري هو يمشي مثلا يشري وحده بان دو بوش دويت مضميض قالوا له راهو به ويدير له، مي بعد يقول لك ما بريتش لانه وحده غير كيفي، هذاك هو معناه مكمل عباره كيما نقولوا كومبليمون اليمونتير، فما هذاك مكمل للتريتمون نتاعك. دكتور كيما العاده بيان سور في كل حصه من الحصص نتاعنا ديما نحكيو على سبل الوقايه، وهوني كيفاش نحميو اللثه نتاعنا ونخليوها لثه صحيه وفي صحه جيده. اول حاجه كي يجري الدم من فمك راهو فما مشكله، هذه لازم تعرف. عندك ريحه في فمك معناها فما مشكله. سنيك بدات تدردع وتتحرك كيف فما مشكله. التارتر الكالكير راهو عادي، ما نقولش شبيه فمي برشا كالكير، راهو عادي يتراكم بعد المده يتراكم في السنين، دونك مينيموم مره في العام تمشي تعمل دي تارتراج، هذاك هو ك معناها اونتروتيان عادي للفم. فهمتني؟ حاجه الاخرى بتبيع التنظيف هذاك والبروساج مهم برشا، نقولوا ثلاث مرات خاصه في الليل قبل النوم، لانه معناها كي ترقد وفما شويه ماكله في فمك، شوف قداش من ساعه انت ترقد مينيموم 8 سوايع، الجراثيم مش تلقى علاش تتغذى وتتكاثر في الليل بطريقه رهيبه. دونك انت لازم تخلي فمك نظيف، تنظف اخر حاجه تعملها تنظف فمك بالباهي قبل ما ترقد، بعد تشرب ماء ما يسالش الماء، ما تخليش حتى شيء في فمك. فوالا دونك هنا الماء البارد والا السخون، على الماكله كي تبدا سخونه برشا ولا بارده برشا تنجم تاثر زاده كيف على اللثه نتاعنا دكتور؟ تنجم تحرق تعمل دي بريلور كيما واحد جلدته معناها صب عليه ماء سخون تنجم تحرقه، نفس الشيء يقول لك طاب تياب تتنحى بعد 4-5 ايام تتنحى. وبيان سور والتدخين ديما هذاك ناكدوا عليه اللي لا سبيل اليه، مضر بالصحه ومضر مضر للصحه العامه مضر لصحه الفم. مشكور جدا دكتور وجدي غنيم طبيب اسنان على المعلومات اللي اعطيتهم لنا اليوم في موضوعنا امراض اللثه وسيلان الدم للثه، ان شاء الله نكونوا فدنا. الساده مستمعين الكل في
الموضوع هذا شفتوا لي برشا ناس انتريسي وبرشا ناس عندهم مشكله في اللفه نتاعها. مرحبا زيد بتليفوناتكم على 70 35 120 اذا كنت حابوا تطرحوا علينا مواضيع معينه في مع طبيب الاسنان والا مختلف في البرامج اللي تهم راديو الحياة فهم. هكا نكونوا كملنا معكم مع طبيب الاسنان. ميرسي بوكو امنا بوخيت في الاخراج تغني الحصى محمد قدح اللي كان امن لكم الديجيتال مريم منصوري كوتي ميكرو. تقول لكم تستناو شويه خير الحي من المجبلي في سانتي 5.0. بقيه متابعه طيبه البرامج الحياة فهم. دمتم في امان الله. الاسنان مع طبيب الاسنان كل الاسئله والاستفسارات حول طب الاسنان وحول مشاكل الفم تلقوها على الحياة فهم.